هاي بنات، ازيكم عاملين ايه؟ ده ريفيو عن كيلز اي كريم، الميد نايت ريكفري اي كريم بتاعهم. هو ده شكل الكريم. انا اللي خلاني اعمل الريفيو ده ان انا تقريبا استخدمت اي كريمز كتيرة جدا، عمري ما كنت بلاقي في حاجة ليها تأثير او بشوف منها نتيجة كويسة. معظمهم كانت اكتر حاجه بيعملوها ان هما بس بيهايدريت الاي اريا او بيرطبوا المنطقه تحت العين دي مثلا، مش بيعملوا اي حاجه اكتر من كده. بس الكريم ده بصراحه كان احسن من حاجات كتير قوي جربتها قبل كده. الاول انا جايباه من دوتي فري بتاعه دبي. هو للاسف ما كانش موجود، مش بلاقيه في مصر خالص، وكمان ما كانش موجود في الفترة اللي كنت فيها في دبي، ما كنتش بلاقيه في اي اماكن يعني محلات او كده. بس الحمد لله لقيته في السوق الحرة وانا مسافرة. انا كنت جايباه ب140 درهم. هو تقريبا لحد دلوقتي لسه نفس السعر. هو مش موجود قوي او مش متوفر قوي في الدول العربية، مع ان كيلز براند معروفة جدا يعني، وحاجتها كلها كويسة جدا. بالنسبة للاي كريم ده، هو المفروض انه بيتحط في فترة بالليل بس، يعني بتحطي قبل ما تنامي، المفروض يبقى من الروتين الليلي بتاعك يعني، لان هو اصلا اسمه ميد نايت ريكفري اهو. بس انا لقيت نتيجته بتبقى احسن بكتير جدا لما بستخدمه طول اليوم، يعني لما بستخدمه في الروتين بتاعي طول اليوم. بحطه الصبح بعد ما بغسل وشي بالغسول وببتدي ارطب بشرتي، بحطه تحت عيني. بستخدمه طول اليوم تقريبا، وحسيت ان نتيجته بقت احسن بكتير من اني استخدمه بالليل بس. بيعمل ايه اصلا؟ هو مش هتلاحظي النتيجة بتاعته قوي من اول استخدام او من تاني استخدام، وده الاحسن اصلا يعني. انا مش بحب الحاجات اللي استخدمها اول مرة الاقي نتيجتها كويسة جدا او اتفاجئ باللي عملته في بشرتي وبعدين النتيجة دي تروح او ما لقيهاش كويسة بعد كده بعد فترة. فمرضتش احكم عليه بصراحة غير لما استخدمته شهرين. هو كويس جدا، بيرطب جدا تحت العين، بيقلل قوي الفاين لاينز او الخطوط الخفيفة الموجودة تحت العين دي. الاهم بقى من كل ده ان هو حسيت ان هو بيقلل من الهالات السودة جدا، مع اني كنت مقتنعة تماما ان انا عمري ما هلاقي كريم اصلا بيقلل من الهالات السودة. بس ده حلو قوي قوي، وفعلا بلاقي فرق. بس للأسف لو ما استخدمتوش يومين مثلا بلاقيها بترجع تاني زي ما كانت، فيعني استخدمه بس اهم حاجة يبقى مستمر عشان نلاقي النتيجة دي. كنت عايزة اقول لكم برضو ان من اهم الحاجات وانتوا تشتروا الاي كريم بالذات، لان الاي كريم من البرودكتس اللي بتقعد معنا كتير قوي، بنستخدمها يعني بنستخدم منها كمية قليلة فبيفضل معنا فترة طويلة. فاهم حاجة وانتوا بتشتروا ان انتوا تركزوا في الاكسباير ديت بتاعته، او يعني تقروا كويس تاريخ الصلاحية بتاعته. مع اني عارفة المعلومة دي بس بنساها كتير قوي، فانا بشتري الكريم ده برضو ما ركزتش في التاريخ بتاع صلاحيته للأسف، وهو خلاص يعني لسه مليان. بس قرب خلاص، فضل شهر تقريبا او اقل على تاريخ الصلاحية بتاعته يخلص، مع انه لسه فيه كتير جدا. فأقل حاجة مثلا تشتروها يبقى فاضل سنة مثلا على تاريخ الصلاحية بتاعته. بلاش تشتروا الاي كريمز والسان بلوكس بالذات يبقى صلاحيتهم قليلة. انا برضو جبت الاي كريم ده عندي اهو من لاروش بوزي اهو. انا عايزة اعمل لكم فوكس، مش راضي يعمل. ده كان للدارك سيركلز من لاروش، بس للأسف هو ملوش اي لازمة. كنت شارية غالي برضو، ما كانش رخيص، بس ما عملش معايا اي حاجة خالص.
وكان بس بيرتب يعني بصراحة، بس ما كانش ليه أي فايدة تانية خالص. وللأسف برضو خلص نتيجة التاريخ الصلاحية بتاعته خلصت، مع إني لسه فاضل فيه كتير ولسه مخلصتوش. فبليز ركزوا على تاريخ صلاحية المنتجات وانتوا بتشتروها، عشان ده بيفرق كتير جدا، وعشان ما تجيبوهاش وترموها ويبقى لسه فيها يعني. بس انا حبيت اعمل لكم الريفيو ده عشان شفت ناس كتيرة بتتكلم عن كيلز ان هي الاي كريم بتاعها عادي مش مميز قوي، بس هو بصراحة عجبني جدا. وان شاء الله هجيب برضو اللي بالافوكادو واجربه واقول لكم رأيي فيه. اشوفكم فيديو تاني ان شاء الله. باي باي.